التصنيف العمري شيء مهم جدا معمول بيه في العالم، مفيد بقى او مضر؟ انا مش شايف انه ده يعني، لا هيبقى له جمهوره، هيبقى احيانا بيبقى لصالح الفيلم جدا، لانه في جمهور بيبقى حابب يشوف ليه الفيلم ده، وخاصه ان اليافطه دي بتاعت للكبار فقط قليله في مصر، فلما بتنزل بتبقى احيانا عامل جذب، ولكن احيانا بتخسرك بعض جمهور الاسره، الاب والام ومعاه اولاده فيروح يشوف الفيلم. فهي يعني ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، بس في النهايه هي ضروره، هي ضروره. فكره التصنيف العمري فكره مهمه تحل لنا مشكله الرقابة وأزمة الرقابة، بس لما تتمد على استقامتها في أنه الفيلم بيخش الرقابة فقط للتصنيف العمري بعد التصوير، مش قبل التصوير ومش النص المكتوب. التصنيف العمري موجود حتى في كينيا، موجود في كل إفريقيا التصنيف العمري، وموجود في دول أوروبا طبعا وفي أمريكا.